السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. كان صعب طبعا الواحد يطلع النهاردة فعلا، يعني لأن أنا زيكم يعني بأحبط في الآخر خالص، لكن في النهاية الواحد بيراجع نفسه بيقول طب هما ده اللي عاوزينه، هما عاوزين إن إحنا نوصل للمرحلة دي، إن إحنا نقول مفيش فايدة، وهو ده بيتنافى مع إيماننا بربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إنه لا يأس من روح الله إلى القوم الكافرون، على لسان سيدنا يعقوب في نصيحة لأبنائه، يعني يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ف يعني نستعيذ بربنا طبعا إن احنا نكون من هؤلاء الناس يعني. فاحنا إن شاء الله الأمل موجود في ربنا، احنا بس ربنا بيحاسبنا بأخطائنا وبأخطاء الظهر من سبقونا وأخطائنا، احنا أخطأنا كتير يعني، مستمرين ان شاء الله باذن الله، ومش هنكتفي بان احنا بنصرخ وبننبه الناس. كل يوم ناس كتير بتيجي معانا، كل يوم ناس بتيجي، كل يوم ناس بتيجي. عدد الناس اللي بتتصل بيا دلوقتي من الجيش، سواء الناس اللي عامله فيها ان هي بتخوفني، مش عارف والله، والله بجد مش فاهم يعني. يعني يلا مش هم يعني جبلوا على الخسه والجبن والخيانه، واخد بالك ازاي؟ فهو او بيغريك يقول لك اصل انا هعمل لك مش عارف ايه، وهو انت كده هو مش قادر يتخيل ان في ناس، ان في ناس مش كده، ناس كتير مش كده. يقول لك يعني هو عاوز ايه يعني؟ ما شايله عاوز فلوس، نديله فلوس او نخوفه او نعمل له مش عارف. فكتير او في ناس بتأيد كتير يعني، من حتى من الجيش ومن الشرطه يعني، لكن مش مؤثرين يعني. وبقول لهم الناس اللي هي بتقول لي بيزعلوا يكلموا انت بتشتمنا من غير سبب، ما حضرتك هم انت حضرتك اللي بتقتلونا، طب انت بتقول ان انا بشتمكم، انتوا بقى بتقتلونا. المهم، فانا عاوز اتكلم النهارده على الـ زي ما قلنا اللي هي العماره اللي وقعت في جسر السويس. نظر زي ما انا قلت لي ان انا كنت شغال مهندس واحتكيت بالحاجات دي وكان لي خبره في الموضوع. طيب بعد الثورة وعملنا اللي هي قناة بناء دي، وكان في برنامج أنا كنت كاتبه كان اسمه يوميات مهندس تحت التشطيب. أنا حتى كنت يعني أنا كنت عامل فيه كل حاجة، وجبت مهندس صغنطط كده معرفة وخليته إيه يمثل فيه. أنا قلت يعني كنا بنفكر والله كلنا يعني إزاي إن إحنا نقوم بالبلد، إزاي نقوم بالبلد يعني كل واحد على قد ما يقدر يعني. خونة يعني، كنا خونة يعني. فمن ضمن الحاجات أنا يعني مشكلة أزمة الإسكان دي مشكلة كبيرة جدا، كانت مشاكل يعني كانت المشكلة الرئيسية لحد ما جه بلحة، فأصبحت مشكلة الإسكان دي يعني مشكلة هينة محدش بيفكر فيها. ف من ضمن المشاكل اللي هي في جودة الأعمال اللي هي المباني، طبعا احنا بنتكلم على العماره اللي وقعت، حاجات كتير طبعا، عناصر كتير جدا 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 في مشكله الاسكان، من ضمنها الامان اللي احنا بنسميه السيفتي، والسيفتي برضو عوامل كتير جدا جدا بتاثر فيه. فاحنا لو ركبنا على السيفتي في اللي هي الخبره، من احد العوامل الكتير الخبره، اللي يجي مهندس متخرج جديد يجي الراجل موقفه في عمارة، الراجل مش فاهم حاجة خالص. احنا في الكلية كنا بندرس نظري، ما كناش بندرس عملي، فبتخش كده بتطلع بتبقى نهبة للعمال وال يعني اللي هم الاسطوات والمعلمين وكده، بيلقط ان انت لسه مهندس جديد، فممكن لما كنتش انت بقى متمرن من ايام الكلية وعارف، ف اللي هو اسمها ايه، بيأكلك البلوزة، بيأكلك البلوزة. فالبرنامج ده كان اسمه يوم اللي هو كان يوميات مهندس تحت التشطيب، كنا بنعمل حلقات درامية كانت حتى يعني لها طابع كوميدي، ان ازاي ان انت المهندس ده مثلا بيجي يسمع من المدير صاحب الشغل يقول له انزل مثلا النهاردة استلم البؤج والاوتار، فبالنسبة لنا يعني هو بقى مهندس فهو لسه متخرج، فيبتدي بقى ايه يقول لك البؤج والاوتار. فهي كانت ظريفه حتى المهندس يعني، كان في ناس مهندسين جداد تفاعلوا معاها جدا، وطلبه في كليه هندسه تفاعلوا معاها جدا،
ويهزر يعني ايه بقج، يعني ايه مبيض اصلا، يعني ايه اسمنت كده يعني، وبعدين يجي رايح للراجل، فالراجل بيعلمه كل مره يعلمه حاجه من المنشأ بالفيديو. فالفكره كانت جميله بصراحه يعني، الحمد لله ما كنتش سارقها من حد والله. انا دايما اقول يعني احنا قلنا كويسه كمصريين يعني. فمن ضمن الناس اللي شافوا الكلام ده نقابه المهندسين، كان نقابه المهندسين ساعتها منتخبه بلا اي تدخل خالص من حد يعني، لسه بعد الثوره. فحصل اتصال ونقيب المهندسين طلب يقابلنا، وهو صحيح كان ضابط جيش بس واضح ان هو كان متدين، كان ملتحي كده، فبس مش زي يعني، ملتحي اكتر شويه. فالزار طبعا هم اعتبروه يعني اخوان ولا حاجه، واعتقد ان هو اتحبس او حاجه كده يعني. كان هو كان ضابط جيش سابق يعني، كان اسمه المهندس ماجد. فالمهم رحت، قال لي انا شفت حلقه اللي احنا كنتوا عاملينها برومو وكده، وقال لي الموضوع ده ممتاز جدا، وانت عارف ان هو جه على الجرح. قلت له ازاي؟ قال لي انت بتقول يوميات مهندس تحت التشطيب، احنا عاملين برنامج بنقدمه دلوقتي اسمه نقابه المهندسين، اللي بتدي ترخيص لواحد انه يمارس المهنه يعني، كان النقابه. قال لك اسمه مهندس تحت التدريب، وهيبقى في عنده سنتين بيعمل لا يتحمل مسؤولية ولا يضع امضته على مبنى لحد ما يتعلم فيه وكده، واحنا ممكن نعتمد الحلقات دي لو عملتوها بشكل علمي واستعنتوا بدكاترة، الحلقات دي نعتمدها كجزء من المنهج، لان ايه، لقينا ردود الافعال بتاعت العيال الظريفة. انت كانك بتتفرج على تمثيلية بس بتفهم منها كويس جدا جدا، بتفهم يعني ايه مثلا في المباني، يعني ايه بؤج واوتار وازاي بتملى بينهم، والاسمنت والمحار مثلا في المباني، يعني ايه مدماك، ويعني ايه عرموس، ويعني ايه يعني كل حاجه، وفي الخرسانه وازاي بتستلم، الكلام ده ثيوريتيكال بتشوفه لكن عمليا ما بتعرفش. بعدين قال لي احنا، لقيت الراجل بقى طبعا متضايق جدا من الحاله اللي وصلت لها العقارات في مصر وقله الصيانه وكده، وقال لي احنا هنعمل لكل عماره ملف، لكل عماره ملف، ولازم يحصل لها الانسبكشن، يحصل لها تفتيش كل مش عارف عدد من السنين، ولازم يحصل لها من صيانه كل فتره، و عشان جماعه الشمس جامده قوي، ولازم يحصل لها صيانه كل فتره، وهي بتتبني من البدايه خالص، لازم تعدي بمراحل يعني، حاجه من اللي هي بتحصلش خالص، هي ممكن بتحصل على الورق بس عمليا طبعا مفيش حاجه خالص بتحصل. وقال لي انا عندي مهندسين كتير قوي مش بيشتغلوا، انا عاوزهم يشتغلوا. الراجل اللي بيعمل عماره بيكلفها ملايين، يروح يجيب مهندس يديله ساعتها يعني كان بيديله 2000 جنيه ولا حاجه، يقول لك وبعدين ممكن يمسكوا عمارتين ثلاثه. لا انا عاوز مفيش غير مهندس واحد يمسك على العماره. ويعني بص الراجل كان بيحاول يعني يبني بيحاول يحافظ على الثروة العقارية في مصر، سواء القائمة أو اللي بتتبني مستقبلا. كلمني بقى على حاجات أنا شفتها هنا في أمريكا، الاختبارات الحقيقية. طبعا يعني هنا أنت على الورق ممكن في مصر تلاقي في المشروعات حاجات كتير على الورق بتتعمل، وهي في الحقيقة ما بتتعملش. فانبسطنا وفرحنا، ويعني بقينا مبسوطين قوي ان احنا نحافظ على الثروه العقاريه في مصر. لكن في النهايه خالص في جيش، في حاجه اسمها جيش. الجيش لا لن يرضى بكده. الجيش اولا هو اللي بيبني يعني كل الكبائر اللي انت شايفها بتقع دي هو اللي الجيش اللي عاملها. بعدين الجيش لما بيخلص ويبقى فيه مين رئيس الحي، بيبقى لواء سابق في الجيش او في الشرطه، وساعات بيبقى قاضي. فانت مش هتقول له تعمل ايه وما تعملش ايه يعني، واخد بالك؟ ده هو بيبقى ماسك حي، بيبقى يعني بالنسبه له يعني حاجه يعني بتاعه الارض اتفتحت له يعني. ناهيك ان هو اساسا ملوش علاقه بالموضوع اصلا يعني، هو اساسا هو انت اساسا ضابط فاشل يعني، انت في عرف الضباط انت فاشل. ممكن مثلا لو نفتح مطعم
بيتسارية ماشي فعلا، لو في بيتسارية فعلا يمسك مسكها الظابط هي ماشيه كويس جدا جدا. بيتسارية بالذات مش اي مطعم، يعني مثلا في الفنادق هم فاشله برضه، لان هو بيعتمد على نظام الاوامر والعسكري، اوامر مش فندقه. لكن يعني لو فيها حاجه فيها بيتزا او جمبري او كده بيبقى كويس يعني. فالجيش عملوا انقلاب واعتقد قبضوا على الراجل ده، والله كانت اخر حاجه وصلتني ان هم قبضوا على الراجل ده. وبعدين عملوا انتخابات وازاحوا اللي هو التيار الاسلامي اللي هو كان كسبان الانتخابات اللي قبليها، بصرف النظر هو مين، لكن هم ازاحوا التيار المنتخب وجابوا ضباط جيش. يعني انا اعرف ان اللي مسك في الانتخابات اللي فاز في مقعد نقيب المهندسين في القاهره اللي هو اسمه شير، تعرفه شخصيا يعني، و احتراما يعني للمعرفة اللي بينه وبينه يعني، فأنا مش بسيء ليه يعني، عشان هو يعني ما كانش شخص وحش يعني في الجانب الشخصي يعني. لكن هو كان فرحان لقيت الناس بيهنوه، ودي كانت آخر حاجة بيني وبينه. فقلت له وانت فرحان ان انت جبت جون وهم مكتفين لك الفريق اللي قصادك، مكتفينه معلومة على الأرض، فانت دخلت جون لوحدك وانت كان في حد قدامك. وطبعا كل هذه المشاريع البلهاء اللي احنا كنا بنتكلم عليها عن حفاظ الثروه العقاريه ذهبت ادراج الرياح. ده يمكن كمان يكونوا مسكوا المهندس، مش عارف بقى بصراحه مسكوا المهندس، ذهبت ادراج الرياح. و من الحاجات اللي بتألمني جدا لما مثلا الاقي بعض الشهور واحد كاتب مثلا طالب في هندسه، فين يا جماعه الحلقه بتاع الحلقات بتاع كمالة الحلقات بتاعت ويميات مهندس تحت التشطيب، وانت الظهر طلعتوا هجاصين. فكنت عاوز اقول والله يا عم احنا مهجاصين ولا حاجه، كناش هجاصين ولا حاجه. الحفاظ على الثروه العقاريه واقامه دوله، بناء دوله تستحقها هذه البلد ويستحقها هذا الشعب الطيب، ما كناش يمكن اللي في سني هيستفيدوا بيه. كان حضراتكم الناس اللي هم الأصغر مننا كان ممكن يستفيدوا بيه. كان نفسنا والله نسلمكم دولة محترمة زي بقية الدول، محترمة النظام زي ما هي شعبها محترم. أظن الناس اللي كانوا بيتكلموا على الشعب وبيزعلوا مني إن أنا ببقى ردي معاهم وحش، وانا ما بحبش حد اللي يشتم على الشعب. شافوا الناس امبارح عملوا ايه في الحادثه والتبرع بالدم وكده، ده اللي قادرين عليه. هتقول لي ما هم فعلا سايبين الناس، احنا عندنا حاله خضوع طبعا ما نقدرش ننكر، لكن لانها مخطط ليها بذكاء جدا ومن فتره لحد دلوقتي. ناس عماله تكلمني منزل بوستات على الجيش، يا باشمهندس ما تعديش الجيش لو سمحت. هو مش فاهم ان هو المجرم. هو انت مفيش واحد اسمه الجيش، هو في نظام اسمه الجيش، مفيش واحد محدد اسمه الجيش، مفيش حد شخص لابس قميص وبنطلون اسمه الجيش، ده نظام. هذا النظام يجب ان يزول تماما ويجي جيش بحقه حقيقي، جيش موجود على الحدود في الثكنات، لا يتدخل من قريب او بعيد في الحياه المدنيه خالص، مش في السياسه بس، في الحياه المدنيه. يعني ما تلاقيش جربوع طالع من مخلص شغله وراح يمسك حي او راح يمسك مستشفى حكومي او راح يمسك شركه طيران او شركه بواخر او سينما او ولا الهوا. ده يخلص شغله كفايه البلاء ويحاولوا يحسنوا نفسهم. ولما هيبقى جيش بحوا حي المفروض ان احنا نغدق يعني كلهم ميزانيه، الراجل ظابط الجيش ده ما يحسش باي قلق من ناحيه الفلوس ولا بقى، بس يبقى جيش سواء ظابط الجيش. القاضي مثلا في امريكا يعني اعتقد لو هو عاوز اي حاجه ياخدها يعني، فاهم يعني محصن تماما من فكره ان هو يشعر في لحظه من اللحظات بالاحتياج لحاجه، بس بالحلال. بس هو قاضي صح، مش قوال. لو انت سمعت الحكايه دي وفكرت فيها تعرف مين اللي وقع العماره، ووقع كل عماره، وقع كل العمارات اللي بتقع في مصر، اللي وقعت واللي بتقع واللي هتقع، واللي وقع البلد 70 سنه وانت عمال السوس، انتوا سوس
عمال ينخر في عظم البلد 70 سنة، وتلاقي واحد فاكر نفسه بني ادم يجي داخل يقول لك انا العميد الصلاح. انت ما تعرفش الجيش يا عم، اتنيل يا عم، عارفه اشتغلت فيه كتير، عارفه وعارف صاحبك اللي شغال رئيس الحي اللي مش فاهم حاجه خالص، وعارف دفعتك اللي مسك شركه وخربها. عملتوا ايه؟ انسى كل ده، انتوا ماسكين بقى له 70 سنة، في ملفات عندكم للمباني للعقارات، في صيانه. الراجل مهندس الحي اللي بيخش يشرف بيشرف عليه، بيشرف على الدور المطابق ولا لا، في بروز ولا لا، ايه علاقه ده بالسيفتي بتاع المبنى؟ هو رايح يلقط، ما هو برضه بيني وبينك مش هيلحق، مش هيعرف يشرف على كل الامارات اللي بتطلع، مش هيعرف عدد كبير. طب ما تشغل مهندسين، طب اشغلهم ليه؟ ما في كله بيسترزق. طيب بلاش دي، طب لو الجيش اللي بيبني تشوف انت عليه؟ هتقدر انت تخش؟ ده انت تخش وما تطلعش. الجيش عيب، ده خيرك جنود الارض، خير مهندسين الارض، خيرك بوجيه الارض، خيرك كوافيرات الارض وكده. يعني عرفتوا يا جماعه مين المجرم اللي ارتكب جريمه انهيار عقار في شارع جس السويس؟ يا احنا يا الجيش، اصبح يا احنا يا جمهوريه الجيش، يا احنا يا مصر تكمل كبلد، يفضل جمهورية الجيش بهؤلاء الأوباش هم اللي ماسكين البلد، هم اللي ماسكينها ومسيطرين على كل مفاصلها. ايه بقى الشخص في اللي انا بقوله؟ يا ريت لو في جيش هتلاقوني والله من اكثر الناس الداعمين ليه، اللي بقى في جيش هتقولي من اكثر الناس الداعمين لهذا الجيش. والله منتظر يبقى في جيش. أشوفكم على خير إن شاء الله.